السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. بفضل الله ده آخر فيديو عندنا في التطبيق بتاعنا كده. التطبيق خلص بفضل الله 100%، ناقص طلبين أو تسكين يفضل تعملهم. إيه هم التسكين دول؟ تكمل على التطبيق دول، تكمل قصدي على التطبيق ده بتسكين كمان. إيه هم؟ لو جيت عملت ديت كورس تمام، شلت ديت كورس تمام، شلت كل الكورسات، مفيش أي حاجة بتبين إن مفيش كورسات هنا، فأنت تعرض رسالة هنا كده بسيطة حلوة كده تقول له there is no item to show، لما يكونش في كورسات خالص. تشوف اللينس بتاع الكورسات هل في اكبر من الزيرو، لو اكبر من صفر خلاص يعمل ايه؟ ما يظهرش الرساله دي، لو اصغر من صفر يظهر الرساله دي. تمام جدا. تاني تاسك معانا، لو انا جيت هنا كتبت بي اتش بي ودوست انتر، فايه اللي يحصل؟ يضيف فعلا البي اتش بي. تعال دوس انتر بقى كده من غير ما تكتب اي حاجه، فعلا بيضيف برده كورسات من غير اي حاجه. يبقى لازم نعمل فاليديشن هنا على الانبوت، نشوف والله لو في فاليو خلاص يضيف، ما فيش فاليو ما يضيفش، ويظهر رساله كده صغيره يقول لك لازم تلنا الانبوت في حاله ان ما فيش فاليو في الانبوت ده. تمام جدا. يبقى التاسكين دول مطلوبين منك، ولو في اي مشكله ابعتهم لي عادي وان شاء الله تحت امركم. التاسكين دول معمولين في اول تطبيق، يعني لو وقف معاك هنا روح شوف اول تطبيق هتلاقي التاسكين دول معمولين، اللي هو there is no item to show، وعامل فاليديشن على الانبوت ان هو ما يقدرش يدوس اد كورس او اد ايتم غالبا في حاله ان مفيش اي فاليو كاتبها هنا. تمام جدا جدا. اتمنى يا رب يكون التطبيق ده واضح وعجبكم. اي خطا فمني ومن الشيطان، اي توفيق فمن الله. يا رب يكون الفيديو واضح والكورس عجبكم. ان شاء الله الخطوه الجايه هنشتغل على الويزر اب، ازاي نتعامل بقى مع الويزر، وازاي الاي بي اي، وازاي نعرض اليوم ده مثلا التاريخ بتاعه ودرجة الحرارة ورطوبة والحاجات دي كلها إن شاء الله في الويزر آب التطبيق الجاي بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.